السلام عليكم مشاهدينا الأكارم. من سامراء أطلق رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة في العراق حيدر العبادي معركة تحرير مدن محافظة صلاح الدين. معركة لبيك يا رسول الله يرتبط نجاحها بتحرير المدينة الأهم استراتيجيا تكريت، والكلام هنا لقادة الميدان في العراق. المعركة التي حشدت لها كل الطاقات لا تعتبر الاختبار الجدي للقوات العراقية فحسب، وإنما تؤهلها لتكون مفترق طرق الحرب على تنظيم داعش في البلاد، والكلام هنا للعبادي. مؤشرات عديدة تحمل تحرير هذه المدينة عمقا استراتيجيا أكبر لتكون مفترق طرق الحرب على داعش في استراتيجية الأقوياء. خلاصة حملتها العديد من أقلام المحللين، مستندة إلى العوامل التالية: معركة تكريت عراقية خالصة لم تطلب القوات العراقية الدعم من واشنطن، والكلام لوزير الدفاع الأمريكي. تباين في المواقف العراقية والأمريكية حول عمليات تكريت وخط سيرها الميداني المقبل، فيما طائرات تحالف واشنطن خارج الخدمة فيها. دور إيراني معلن وبتنسيق مع وزارة الدفاع، دور رحبت به واشنطن وعلى لسان قائد أكبر قيادة عسكرية أمريكية مارتن ديمسي. دور أثار في المقابل بطبيعة الحال حفيظة الرياض متهمة طهران باحتلال العراق. فمشاكل المملكة مع إيران لا تتوقف على برنامجها، والكلام هنا لرئيس جهاز الاستخبارات السعودي السابق تركي الفيصل. مؤشرات تفتح باب التكهنات والتساؤلات على مصراعيه. في ندوة العراق يستعيد زمام المبادرة، نسأل كيف يفعلها العراق؟ من يدعم وكيف وما هي الأثمان؟ هل تؤسس معركة صلاح الدين لمعادلات جديدة في المنطقة؟ متى في جعبة كل من طهران الرياض وواشنطن من خيارات؟ معنا في هذه الندوة من بغداد الخبير في شؤون الأمنية سيد سعيد الجياش، كذلك ينضم إلينا من طهران سفير إيران الأسبق في العراق سيد حسن كاظمي قمي، ومن واشنطن المستشار السياسي لمجموعة ميرديان للدراسات الاستراتيجية سيد خالد صفوري. على أن ينضم إلينا مشاهدينا رئيس مركز القرن العربي للدراسات من الرياض سعد بن عمر. أهلا بكم جميعا ضيوفنا من انضم وسينضم إلينا، ونبدأ مباشرة من بغداد منك سيد سعيد الجياشي. داعش المستهدفة على طريق الفرار، هذه الخلاصة ما نسمعها الآن قادمة من تصريحات القادة الميدانيين في هذه العمليات لتحرير مدن محافظة صلاح الدين وتحديدا في تكريت. هي ليست المرة الأولى لكنها تبدو مختلفة حتى بإعلان العملية من سامراء، وهذا له دلالة عندما أعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي. لماذا تبدو هذه المرة مختلفة؟ الواقع الميداني أم التوقيت الإقليمي يجعلها كذلك؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك ولضيوفك الكرام ولمشاهدي قناة ميادين. أهلا بك. نعم، ربما معركة صلاح الدين أو معركة عمليات لبيك يا رسول الله هي مختلفة في كل شيء عن سائر أو سابق العمليات التي خاضتها ونفذتها القوات العراقية. أولا، عمليات لبيك يا رسول الله أول عملية عسكرية متكاملة كبيرة بهذا الحجم ومن تخطيط عراقي ومن تنفيذ عراقي، تتكاملت معها عدة أدوار للقوة الجوية العراقية، طيران الجيش، لقوات الحشد الشعبي، القوات المسلحة، ولقوات الشرطة الاتحادية من وزارة الداخلية. هذا طبيعي، وكان التخطيط يتعامل مع قاطع عمليات كبير وواسع، ربما يحاكي هذا القاطع قواطع عمليات أخرى من قيادة عمليات دجلة باتجاه كركوك ديالة، وقاطع عمليات الأنبار، وقاطع عمليات قيادة عمليات الجزيرة والبادية، وحتى قاطع عمليات شمال بغداد. هذا الحجم، هذا القاطع بهذا السعة، وتحديات حقيقية لهذه التنظيمات ولهذه العصابات الإرهابية في المناطق التي سيطرت عليها. فبدأت المعارك بهذا التوصيف وبهذه السعة الكبيرة من الرقعة الجغرافية. زخم العمليات أو توقيت ساعة الصفر الذي أطلقه القائد العام للقوات المسلحة من سامراء كان رسالة واضحة ان هذه العمليه يخوضها العراق بخيار واحد او بالتزام واحد، لا توجد خيارات فيها الا التزام، هو تحرير الارض وتطهيرها من هذه العصابات الارهابيه مهما بلغ الثمن، لان لا يوجد لدينا خيارات الا ان نمضي في هذه المعركه ونعيد هذه المدن وهذه المناطق الى اهلها بعدما سيطرت عليها التنظيمات الارهابيه.
هل يبدو كل مما ذكرت إن كان تحديدا لجهة هذا الالتزام جديد ولا حتى بالعقيدة بالنسبة لمن يقاتل في القوات العراقية يبدو ذلك بجديد؟ ما الذي نرفضه بإطار الجديد تحديدا في زخم هذه العمليات والمعارك، وهناك إصرار على أن توضح صورة أن هذه العمليات عراقية خالصة؟ هل اختلف إطار الدعم لبعض القوى الإقليمية وتحديدا من إيران، مع اختلاف أيضا هناك بعض شيء في التوقيت الإقليمي لتواجد هذه القوى ومكانتها؟ بثلاث نقاط أساسية ما يميز هذه العمليات. النقطة الأولى، هذه العمليات اشترك بها أبناء العراق، يعني عمليات الوطن يقاتل، يعني هناك أكثر من 4500 واليوم نتكلم عن 6000 من أبناء صلاح الدين من الذين انضموا للحشد الشعبي. هذه النقطة الأولى، يعني اشترك أبناء هذه المناطق بهذه المعركة وحققوا يعني مستوى عالي من القتال مع قيادة قوات الحشد الشعبي والقوات المسلحة وكل قاطع هذه القيادات الأمنية. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية والتي ربما تعتبر نقطة إثارة لدى البعض، أعتقد نحن نخوض معركة حقيقية ونحتاج في هذه المعركة إلى العدة وإلى العتاد وإلى الأسلحة. للأسف كثير من الدول التي أعلنت مواقف بشكل واضح أنها تدعم العراق وتفتح الأبواب أمام دعم العراق، إلا أننا في حقيقة الأمر لا يوجد دعما حقيقيا بمستوى التحديات على الأرض. الجمهورية الإسلامية في إيران تميزت، ونقولها بوضوح، عندما كانت هي الرافد الأساسي والرئيسي لدعم العراق في هذه المعركة. هذه نقطة مهمة. الثالثة. تفضل. النقطة الثالثة إذا تسمحي لي. تفضل. نعم. النقطة الثالثة، كل العمليات السابقة احتاجت وقتا حتى تستطيع أن تعيد النازحين أو أبناء هذه المناطق إلى مناطقهم. هذه العمليات بعد ساعات من تطهير أي مدينة أي منطقة يتم إجراءات أمنية سريعة ويفتح الباب لإعادة النازحين، وتم إعادة النازحين في مناطق الدور، في مناطق العلم، في مناطق أبو عجيل، في مناطق كثيرة أخرى بعد انتهاء العمليات منها بساعات. وهذه ما يميز هذه العملية، وهذه النقطة التي أشرت أود أن أذكرها إضافة للنقاط التي ذكرتها. جيد، وأنت فرشت أرضية مهمة جدا. النقاط التي ميزت هذه المرة في عمليات صلاح الدين وتحديدا في المدينة التي توصف الأهم تكريت لأهميتها الاستراتيجية، ليس فقط على أرض العراق، لكن على ما يبدو أيضا في معادلات خاصة في المنطقة لأدوار قوى إقليمية. أنتقل إلى طهران إلى سعادة السفير حسن كاظمي قمي. يقول السيد سعيد الجياشي بأنه تميز دعم الإيراني عن غيره من الدول لحساسية ما تلمسته إيران في هذا الظرف الراهن للحرب على تنظيم داعش، وعندما يتميز دعم في الحرب ضد داعش بين دولة وأخرى بالتأكيد هناك يجب أن نقف عند المصالح التي تحكم كل دولة في الحرب ضد تنظيم داعش. ما الذي رأته طهران تحديدا في هذه العمليات تحديدا في محافظة صلاح الدين وهذه المرة لنرى هذا الدعم المعلن في هذه المعركة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بداية تحية لكم ولمشاهديكم الكرام، واسمحوا لي أن أبارك للحكومة العراقية وللشعب العراقي هذه الانتصارات التي حققها الجيش العراقي مع مساعدة الحشد الشعبي والقوى الشعبية في مواجهة جبهة التكفير الكبيرة، وقد استطاعوا تحقيق هذه الانتصارات. اليوم ليس الموضوع هو أن هناك مجموعة إرهابية تقوم بعملية أو عمليات في جزء من أرض دولة ما، بل يجب علينا أن ننظر إلى ظاهرة التكفير على أنها حرب يقوم بها بعض الأشخاص نيابة عن أعداء العراق وأعداء المنطقة. وأنتم قد شاهدتم كيف أنه حين جاء التيار داعش التكفيري واحتل مناطق شمال غرب العراق وهجم عليها،
أول مكان كان يريد أن يتحرك عليه هو العراق، ونحن هنا نتحدث عن مركز الدولة أو مركز الحكومة المنتخبة التي تم انتخابها في الانتخابات الأخيرة في العراق. وفي الواقع أن التيار التكفيريين وتيار داعش لا يمكننا أن نقول أنه يريد أن يأتي ليغير نظاما سياسيا ما، بل يمكننا أن ننظر إلى الدفاع أو المساندة التي يقوم بها أعداء العراق وأعداء المنطقة لداعش، وعلى رأسهم الولايات المتحدة والصهاينة. وللأسف يمكننا أيضا أن أشير إلى بعض الدول الرجعية والمتخلفة في المنطقة، وفي الواقع هم الذين قد ساعدوا على وساهموا على دخول هذا التيار إلى العراق، وداعش يقوم بهذه الحرب نيابة عنهم. وأيضا يمكننا أن نشير إلى الأهداف التي أوجدها هذا التيار التكفيري، وإحدى أهدافها هي قلب النظام المنتخب من الشعب. وأيضا هم يريدون إيجاد تغيير جيوسياسي في المنطقة، وإن ما قام به الشعب العراقي تحت حماية المرجعية العراقية قد غير مصير المنطقة. فنحن في العام 2014 ما حدث في العراق هو أنها هو لو لم يكن هناك سيطرة على هذه الحركة الإرهابية لكانت قد تعدت حدود العراق ولكانت تخططها إلى كافة أنحاء المنطقة وكافة دول المنطقة. ولذلك يمكننا أن أشير من هذه الزاوية إلى أن الانتصار الذي حققه الشعب العراقي وقد ساهم في تغيير وكان مؤثرا كثيرا جدا في تغيير مصير المنطقة. ومن الطبيعي أن العمليات التي قام بها الجيش مع بمساعدة القوات الشعبية باتجاه تكريت وباتجاه المناطق المحتلة الأخرى، فهو يدل على عدة مواضيع مهمة. وأولها هو أن الشعب العراقي هو شعب واع جدا للمقاومة، وشعب يطيع يلبي ما يقوله المراجع ويرجح أن ينصت لما يقولونه على مصالحهم الحزبية والطائفية والمصالح الضيقة. وإن القوة الائتلاف المسمى الائتلاف المواجهة لداعش قد جاءوا وليحققوا أهدافا ليست في صالح شعب العراق، والآن نرى كيف أن الشعب العراقي يقوم بذلك من دون مساعدتهم. واليوم يمكننا وبالنسبة للأعداد التي دخلت في هذه الحرب أو في هذه المعركة يمكننا أن نتخطى الأرقام، ويمكننا أن نشير إلى أنهم من الشيعة ومن إخواننا السنة وحتى من الأقليات المذهبية والطائفية، وذلك يشير إلى أن هناك رابطة وترابطا قوية بين الحكومة والمرجعية والشعب في العراق، وأن الجمهورية الإسلامية الإيرانية نظرا إلى ماهية النظام السياسي الحاكم فيها والذي ينص على الدفاع عن الحكومات والشعوب المظلومة في المنطقة، وما أعلنته الجمهورية الإسلامية بشكل صريح هو أن أي إجراءات إرهابية وأي إجراءات خارج الحدود بدون أن يكون الشعب في هذه الدول يريدون أن يقوموا بأعمال لا يريدها شعوب هذه المنطقة، فإن الجمهورية الإسلامية سوف تقوم بالدفاع عنهم بشكل واضح، وإنها أيضا تعلن أنها سوف تدافع عن هؤلاء الشعوب. واليوم بشكل طبيعي يمكننا أن نشير إلى أن العراق قد أحدث نوعا من الهزيمة لهذا التيار التكفيري الذي جاء من قبل الصهاينة ومن قبل الولايات المتحدة. طيب، وأنت تحمل المسؤولية مجددة من بدأت الحديث سعادة السفير لو سمحت لي بأنه حملت المسؤولية للولايات المتحدة الأمريكية بوصول هذه التيارات للعراق وسميت بعض الدول العربية التي
التي وصفتها بالمتخلفة أو الخارجة ربما عن إطار الرؤية التي تشرحها للنظرة الإيرانية. أتلمس أنه كان الهدف بالنسبة لإيران أن لا يتوسع تنظيم داعش، خصوصا أن لديها حدود مع العراق، وبالتالي سيطالها بطبيعة الحال تنظيم داعش، وشعرت وتلمست بذلك. والجانب الآخر ربما نسأل عنه أكثر بالرؤية الاستراتيجية لأهمية العراق وهذه المواقع التي تدور فيها المعارك. لكن بالنقاط التي ذكرتها يجب أن نذهب بها إلى الولايات المتحدة الأمريكية. سيد خالد صفوري، باستناد إلى ما ذهب إليه سعادة السفير قمي، أريد أن أسألك إلى الموقف الأمريكي تحديدا في هذه المعركة في محافظة صلاح الدين الاتجاه إلى مدينة تكريت. لا يبدو الموقف الأمريكي واضحا، إذا لم نقل هناك نوع من يعني اختلاف في المواقف بين الولايات المتحدة الأمريكية والعراق، هناك تباين تحديدا ظهر في هذه المعركة على الأقل مما سمعناه من تصريحات، وتغيب أيضا طائرات تحالف واشنطن عن سماء هذه العمليات. هل لديك أي تفسير أو شرح للموقف الأمريكي؟ من حسب ما تقول وسائل الإعلام الأمريكية فإنه الطيران الأمريكي يشارك في كل هذه المعارك، بالعكس الولايات المتحدة والمحطات الأمريكية تدعي على أنه الطائرات الحربية الأمريكية تقوم بتغطية المعارك في تكريت للجيش العراقي وبالتنسيق مع الجيش العراقي، فأنا لا أعرف صحة ذلك. يعني حتى الآن هذا ما يقوله ما تقوله الحكومة الأمريكية، لكن أعتقد أنه الموقف الأمريكي والحرب ضد داعش ليس هنالك موقف واحد، وزارة الدفاع الأمريكي لديها موقف، مجلس الأمن القومي لديه موقف، وذلك يمثل البيت الأبيض، ووزارة الخارجية الأمريكية لديها موقف، فليس هنالك موقف موحد. وأعتقد أنه جزء من الخلاف هو على التفاصيل، بعض التفاصيل أن الولايات المتحدة كانت أن يقوم الجيش العراقي بالتنسيق معها في هذه المعارك. كان هنالك خلاف على سبيل المثال في بدء المعركة في الموصل، حيث أشيع أو ذكرت وسائل الإعلام الأمريكية على أنه الحكومة العراقية كانت تريد أن تبدأ المعارك من أجل استعادة الموصل مع بداية الربيع. الولايات المتحدة لا تعتقد أنه موازين القوى كافية أن تحسم المعركة في الموصل، وتحتاج إلى تحضيرات أكبر، وعليها أن تبدأ في منتصف أو حتى نهاية الصيف، حتى سبتمبر يعني في بعض التقديرات، لأن الولايات المتحدة تفكر بطريقة مختلفة. العراق تفكر على الدفاع عن الأراضي العراقية، لكن الولايات المتحدة تفكر على مشكلة داعش كمشكلة أكبر. هنالك محللين عسكريين كثيرين يقولون حتى لو تمت هزيمة داعش داخل العراق فإن عناصر سيفرون إلى داخل الحدود السورية، وليس هنالك قوات أرضية تحاول أن تستطيع أن تجابه داعش في سوريا، وبالتالي تجد داعش ملجأ لها في سوريا إلى حين أن تستقر الأمور في العراق فإنها ستعود مرة أخرى. فالولايات المتحدة تنظر إلى مشكلة كمشكلة أكبر، وهي تشمل سوريا والعراق وحتى الدول الجوار، ولهذا أعتقد أن هنالك وجهة نظر مختلفة في هذا الموضوع. بالنسبة للعراق هي الدفاع على أو الحكومة المركزية في بغداد هي تدافع، تريد أن تستعيد الأراضي العراقية. الولايات المتحدة تريد أن تهزم داعش وبطريقة نهائية، ولهذا يتكلم عن حرب تمتد إلى سنتين وحتى 10 سنوات. وربما في إشارة صغيرة، هناك خلل في الرؤية أو في العملية التي تقودها الولايات المتحدة الأمريكية، طالما لا تؤمن الأرض من الحدود السورية لديها مشكلة في التعامل المباشر في التنسيق مع من يقاتل داعش على الأرض حقيقة في تلك المناطق، ألا هو الجيش السوري. ما يقول مارتن ديمسي أنه أولويات التحالف الدولي الذي تقوده أمريكا هو حماية العاصمة بغداد، سد الموصل ومدينة حديثة وجميع الأبرياء في المدن المحتلة من تنظيم داعش. الحملة العراقية هي بدعم أمريكي وليس العكس. هذا يعطي طابع بأنه الولايات المتحدة الأمريكية تلعب على عامل الزمن، تؤطر تحرك داعش ولا تحاربه بالطريقة التي يتم طرحها. وهذه أحد انتقادات مجلسي النواب والشيوخ للرئيس أوباما. حتى الآن لم يوافق المجلسين على التصويت على تشريع يسمح للرئيس باستعمال القوة أو صلاحيات الحرب ضد داعش، لأنه يقول حتى الآن لم يقدم خطة متكاملة. وحتى الآن وزارة الدفاع الأمريكية والبيت الأبيض ليس هنالك اتفاق حول هذا الموضوع، حيث أن يحاول البيت الأبيض أن يتجنب أن بتقديم أي تعهد باستخدام القوات الأرضية، في حين أن وزارة الدفاع تقول أنه ليس هنالك إمكانية لهزيمة داعش وحسم المعركة بدون وجود
قوات أرضية، وأنا أعتقد في النهاية قد تقدم أو يوافق البيت الأبيض على استخدام قوات خاصة وبشكل محدد أو بشكل محدود في بعض وهذا المناطق سنتحدث عنه من أجل أن يحصل على موافقة الكونغرس. سنتحدث عن إمكانية ذلك وعن الخيارات بالتأكيد. لهذا السبب نجد أن هنالك تضارب في الموقف. أو ربما تريد بالحقيقة أن يعني يفضي الميدان لأن يفرز هذه النتيجة، وكأن الولايات المتحدة الأمريكية أجبرت على ذلك. وهو بطبيعة الحال ما نسمعه من الحكومة العراقية التصريحات مرفوض أن يكون هناك قوات برية أجنبية أيا كانت جنسيتها. أنتقل الآن إلى السعودية، بات جاهزا معنا السيد سعد بن عمر. أهلا بك سيد سعد بن عمر. إذا كانت إيران تقول أنها تواجه الإرهاب وهي تقاتل تنظيم داعش أو تساعد تقدم الاستشارة للقوات العراقية في الحرب ضد تنظيم داعش، الولايات المتحدة الأمريكية تفعل كذلك الأمر كما تقول، والرياض مشاركة في تحالف واشنطن، لكن الرياض لديها تحفظ على ما تقدمه طهران، تعتبر أنه إيران تحتل العراق. هل لك أن تفسر لنا هذه النظرة السعودية؟ نعم، هناك مقولة مشهورة: إذا أردت أن تكتشف الجاني فعليك أن تعرف المستفيد. نحن الآن أعتقد لا يكون الشعب العراقي كما يتصوره البعض لا يفهم ماذا يجري على الأرض العراقية من ألاعيب الدول الاستخباراتية وتجيش البعض. نحن نعلم أن المكونات السياسية في العراق قبل فترة أصبحت تلعب بأيدي خارجية أجنبية. الآن نحن نتفهم لماذا 10 مليار ذهبت لإيران ولماذا إيران داخل العراق. عرفنا الآن من الذي ساعد في تكوين داعش بغض النظر عن كيل الاتهامات جزافا وأنهم تكفيريون وغير ذلك. النتائج الآن أصبحت واضحة على الأرض أن إيران والولايات المتحدة لديهما خطط قديمة وجديدة للعب في الأرض العراقية حاضرا ومستقبلا، ونقول الله يكون في عون الأخوة العراقيين سواء سنة أو شيعة. طيب لماذا يقال أنه يكون الله في عون الأخوة في العراق إذا ما استندنا لهذه النظرة إذا كانت صحيحة للمملكة العربية السعودية؟ لا تتحمل المملكة العربية السعودية مسؤولية بذلك، هي أدارت ظهرها للعراق منذ سنوات عديدة طالت واختلفت الظروف السياسية بما فيها حقبة رئيس الوزراء نوري المالكي، هي فقط تجلس من بعيد تتحدث عن أهمية العراق، عن يعني عن المؤامرات أو عن المصالح التي تريد أن تنفذ في العراق، لكنها عمليا أدارت ظهرها للعراق. صحيح، أنا أتفق معك جملة وتفصيلا، لأن القوات الأمريكية عندما دخلت في بغداد سمحت للقوات الإيرانية والميليشيات التابعة لها بالدخول باكتساح بغداد، فمنعت أي سفارة أو حتى يعني أنت تذكرين جيدا السفارة المصرية والسفارة الأردنية وكثير من السفارات أحرقت ومنع من ممثلين الدول من حضور إلى بغداد. هنا دخول القوات الأمريكية إلى بغداد جرت القوات الإيرانية إلى بغداد أيضا، ومنذ 2004 أو 2003 دخول القوات الأمريكية إلى بغداد، نحن لا نقول أن السعودية ند للأمريكان، نحن نقول أن الشعب العراقي يجب أن يقرر مصيره. لذلك الآن الصورة اتضحت للمواطن العراقي أن من كان يدير. سيد سعد بن عمر أنا لا أريد أن أقاطعك، أعتذر منك، فقط سنأخذ فاصل وسأعود مباشرة بعد الفاصل لك، سأعود مباشرة بعد الفاصل إليك، سأعطيك كل الوقت، سأخذ فقط فاصل مضطرة إليه وموجز إخباري ومن ثم سأعود لهذه النقطة لأن النقطة مهمة جدا ولا أريد أن أختصرها بثواني قليلة. أعتذر منك سعد بن عمر، سأعود إليك كما قلت بعد الفاصل. أيضا ضيوفنا أطلب منكم أن تبقوا معنا ومشاهدينا، سنواصل هذه الندوة ولكن بعد فاصل قصير، ابقوا معنا رجاء. أهلا بكم من جديد مشاهدينا في هذه الندوة، العراق يستعيد زمام المبادرة. نجدد ترحيب بضيوفنا من العواصم بغداد طهران وأيضا واشنطن ومن الرياض، ونعود مجددا كما وعدتك سيد سعد بن عمر قبل الفاصل، أعود مجددا إليك. كنت أطلب منك أن تشرح لنا الرؤية السعودية إن كانت تتحمل مسؤولية بأنها أدارت ظهرها للعراق في حقبات زمنية متواصلة وبآخرها ما له علاقة بي أيضا مع رئيس الوزراء السابق نوري المالكي، وكنت أتحدث عن السفارات، حتى موضوع السفارات لم تمد اليد الرياض لبغداد في حينها أيام سيد نوري المالكي
بما له علاقة بإعادة العلاقات الدبلوماسية؟ الرجل حاول ذلك. أولا اسمح لي أن أشكرك وأتفضل بشكر لك على أخلاقك الراقية واحترامك لضيوفك. هذا واجبنا. أولا نعم نعم. الشيء المهم في الحياة العراقية السياسية العراقية أن عندما سيطر السيد المالكي على الوضع في العراق لم يدع فرصة لا للأخوة المكونات السنية والمكونات الكردية ولا حتى للمكونات الشيعية الأخرى للمشاركة مع في الحكومة. هذه المهلة انتهت 8 سنوات انتهت العراقيين في سجلها التاريخ أينما شاء. ولكن دعينا نتحدث في الوقت الحالي. نعم المملكة لم تحاول أن تدخل أنفها في العراق نتيجة اضطراب الأحوال الأمنية في العراق كافة، وهذه أمور انتهت بخيرها وشرها. فنبحث الآن المستقبل. عندما تولى العراق سوف تستشف المملكة العربية السعودية فيها أنها ستكون لكل العراقيين ليست لمكونا دون آخر، مدت يدها بأسرع ما يتخيل العراقيون. فدعت المالك دعت رئيس الدولة المعروف لزيارة المملكة واعترفت بالعبادي وباركت له وأرسلت له البرقيات والتهاني واستقبلت الجعفري، رغم أن الجعفري كان من أوائل الناس الذين نقلوا الفكر المتطرف الأيديولوجي المتطرف والمجوسي، خلينا نكون نسمي الأشياء بأسمائها. ولكن الآن نقول أن العبادي على رأس الدولة العراقية كرئيس وزراء، يجب أن تكون الدولة العراقية بيد أبنائها. ما الذي يسمح للجيوش الإيرانية الآن أن تزحف على الدولة العراقية؟ الجيش العراقي ليس ضعيفا. من قال لك أن ليس لديه أسلحة؟ هي اللعبة هذه، لا نعطيه أسلحة حتى نضطر لمد اليدين الآخرين، لا نشتري أسلحة من الدول المتقدمة حتى نضطر نشتري أسلحة مخزنة من مسروقة من مخازن الجيش العراقي سابقا ومعاد إرسالها للقوات العراقية مرة أخرى ب10 مليار دولار. هذه ال10 مليار دولار هي عشر الميزانية هذه السنة للعراقيين، يعني عشر الميزانية ذهبت لإيران. نحن كيف نتصور أن نقضي على داعش بهذه العقلية الفاسدة؟ أن نأخذ عشر الميزانية ونعطيها الإيرانيين ثم نقول للحشد الشعبي المكون من طيب سيد سعد إيرانية. بن عمر لو سمحت لي، هل يبدو المشهد كما تصوره بهذا الإطار الصغير اليوم؟ اليوم هناك حرب على تنظيم داعش، هذا التنظيم يهدد المنطقة بعمومها بما فيها المملكة العربية السعودية. يأتي مستشارين من أصقاع الأرض وتحديدا من الدول الغربية تقدم الدعم، أيضا الرياض تشارك في هذا التحالف ضد تنظيم داعش، لا أحد يطرح هذا التشكيك بنواياها. ما المشكلة بوجود تلك الاستشارة وهذا الدعم الإيراني ودائما يصور بهذه الخلفيات؟ لا تبدو هذه الصورة واضحة، أو ربما ما قدمته حتى الآن لا يبدو على مستوى حجم الخطر لتنظيم داعش في التعامل تحديدا مع النوايا الإيرانية. نعم أقول لك بهذه العقلية لن يتقدموا على داعش، لأنهم لا يريدون في الأساس أن يتقدموا على داعش، يريدوا أن تكون داعش فزاعة لهم. هذه خطط عسكرية قد لا نكتشفها الآن، ولكن البصير في الشؤون العسكرية والاستخبارية يعرف أن مسألة وجود داعش لها عدة أوجه، لها فوائد من عدة أوجه. أولا وجودها في المناطق السنية هي تدمير للمناطق السنية بشكل عام من طائرات التحالف ومن طائرات غير التحالف ومن الطائرات العراقية. كل المنطقة التي يتواجد فيها داعش ستجدينها حجرا فوق حجر الآن. هذا من ناحية، وهي خطط يعني مرسومة من فترة طويلة. نستوعب نحن المراقبين السياسيين نعرف أن هذه الأمور لن تحل بهذا الشكل. رقم اثنين، أن من سمح لداعش أن تتكون هو التهميش الطائفي من بدري. طيب. اثنين، من اسمحي لي الله يرضى عليك. ثالثا، أن من يقاتل داعش هي قوات ليست ذات تدريب وليست ذات ولاءات للوطن العراقي، هي ولاءات الأشخاص. لا يمكن للشخص الذي يوالي شخص ما أن يفدي بروحه فداء عنه، لكن للوطن كل الناس يروحون لأوطانهم. أربعة، أن المشكلة أن داعش يوميا تتمدد وهم يدعون محاربتها ويجلبون المستشارين ويجلبون الناس. هذه أمور يا أخي لا يمكن أن تحل ما لم يكن الجيش العراقي والقادة العراقيون هم الذين في مقدمة محاربة داعش.
مع ذلك الأمريكان لا يمكن أن يضحوا بجندي واحد لمحاربة لتحرير الأرض العراقية. ما لهم ومال العراق؟ هذه لابد أن نستوعبها، لابد العراقيين يتفهموا هذا الأمر، لابد السياسيين الذين بيدهم السلطة أن يتفهموا أن الآخرين يعرفون وياهم. إن لم تكن خالصة لتحرير العراق ولقيادة العراق ليس لدول أخرى جارة أو غير جارة، سيكون مصيرها الفشل وسيعلم عنهم التاريخ مستقبلا. طيب سأعود إلى نقاط عديدة ذكرتها سيد سعد بن عمر، لكني سأخذ مما قلت وأتجه مباشرة إلى بغداد، وبعضه أيضا يجب أن نذهب به إلى طهران، لكن إليك أعود مجددا سيد سعيد الجياشي. يذكر السيد سعد بن عمر أنه لا توجد تلك الإمكانيات، وتحدث عن ولاءات أيضا، يقصد بذلك الحشد الشعبي، لا تملك أيضا الخبرة القتالية والكفاءة القتالية للخوض في مثل هكذا معارك. هو أيضا ما ذهب إليه أيضا ضيفنا من الولايات المتحدة الأمريكية سيد خالد صفوري بما ينقله عن بعض الرؤية الأمريكية بأنه لا تملك القوات العراقية تلك موازين القوى للدخول أبعد في القتال مع تنظيم داعش. هل يبدو ذلك وأنت لديك الخبرة الأمنية صحيحا؟ وبالنظر لوتيرة المعارك الآن في تكريت يبدو أنها تباطأت قليلا. حقيقة مجموعة من النقاط يجب أن نوضحها على الأقل، لا أقول نرد عليها، يعني للأسف ما زلنا نؤشر هناك قراءة سلبية للأحداث في العراق، وكنا نعتقد أن هذه القراءة قد تغيرت والآن ننظر للأمور بواقعية وبموضوعية، إلا أننا ما نسمعه اليوم هو تكرار لهذه القراءة السلبية. اليوم عندما نتكلم عن وطن ونتكلم عن شعب يقدم تضحيات بشكل يومي يجب أن لا نتكلم بهذه الطريقة. اليوم العراق يواجه داعش، وداعش لو توقفنا عندها هي فكرا متطرفا، وهذا الفكر مرعى من قبل مدارس أيديولوجية ومن قبل علماء، ويفتون ويعطون بين هلالين الحجة الشرعية لهؤلاء الذين يقتلون. وخطب أبو محمد العدناني واضحة عندما تتكلم بقتل فئات الشعب العراقي وتصنف هذه الفئات، لا أريد أن أنزل إلى مستوى في ذكر مسميات حقيقة في العراق لا نؤمن بها. اليوم المعركة مع الإرهاب معركة وطن، معركة وجود الدولة. أما إذا ما توقفنا عند قنوات العلاقة مع المملكة العربية السعودية، نحن ننظر للمملكة كدولة شقيقة جارة، والعراق مد اليد. واليوم إحنا في حكومة العبادي، ذهب رئيس مجلس النواب، رئيس الجمهورية، ذهبت وفود رفيعة المستوى، إلا أننا لم نجد وفد رفيع المستوى يصل إلى بغداد. وإذا ما توقفنا على حقائق المعركة على الأرض، أعتقد لي الشرف أن أجيب عن كل عراقي موجود، ولكن اسمع الرد من حديثه الصامدة الصابرة بموقف أهلها، اسمع الرد من الفلوجة، من عامرية الفلوجة التي لم تسمح لهذه التنظيمات الإرهابية تدخل الأرض، اسمع الرد من الضلوعية، اسمع الرد من ناحية العلم، اسمع الرد من أبناء المناطق التي عانت وعايشت الجرائم اليومية لهذه التنظيمات الإرهابية. اليوم نحن في العراق نقاتل أكثر من 80 جنسية من مقاتلين، ماذا يفعلون؟ هل هؤلاء أتت بهم إيران؟ هذه المعادلة حقيقة، وهذا الزج القراءة السطحية أتمنى أن نغادر كمحللين كمراقبين، يجب أن نشخص بموضوعية وبواقعية. اليوم قراءة الأحداث بالعراق قراءة مختلفة. اليوم العراق من اليوم الأول نادى وأشر على مواطن الخلل ومصادر الخلل الحقيقية، إلا أن الدول كانت لا تسمع. الآن الدول سمعت صوت العراق بعدما اكتوت، وحتى في المملكة العربية السعودية نجد بين الحين والآخر هناك عمليات أمنية داخل عاصمة الرياض. سيد سعيد لو سمحت لي، خلايا إرهابية. لو سمحت لي، إذا ما عدنا فقط لوتيرة العمل الميداني، وأريد منك فعلا أن ترصد لنا مدى القدرة القتالية والكفاءات وما تمتلكه القوات العراقية اليوم من إمكانيات لإتمام هذه المعركة للوصول إلى الهدف المنشود. بالنظر لما هو موجود على الأرض اليوم، هناك حديث في محافظة صلاح الدين، وتحديدا وزير الدفاع خالد العبيدي عقد مؤتمر صحفي في وقت
متقدم من ليل الأول من أمس بعد أن زار الأنبار، يقول أنه القيادة العسكرية في صلاح الدين قررت فرض حصار على تكريت بدل أن يتم الدخول إليها لإنهاك عناصر داعش المتحصنين فيها وتقليل الخسائر في صفوف القوات الأمنية وحماية المدنيين والبنى التحتية. هو كذلك أم أنه بالفعل لم يعد في الإمكان إتمام هذه العملية دون أن يكون هناك دعم جوي من قوات التحالف أو من قوات أخرى؟ المصادر تتحدث أنه السيد حيدر العبادي سيذهب لواشنطن لطلب تأمين الدعم الجوي لإكمال هذه العملية. أعتقد من ناحية الصفقات والتسليح، العراق يمتلك صفقات مع الولايات المتحدة وروسيا وبريطانيا وفرنسا ودول أوروبية كثيرة، هناك صفقات تسليح للعراق في مرحلة بناء القوة العسكرية. إذا ما تكلمنا عن التحالف، التحالف الدولي بمهامه سواء العسكرية أو الأمنية أو الاستخبارية، أعتقد هناك تنسيق ويمكن للعراق أن يطلب دون الذهاب إلى واشنطن. إذا ما تكلمنا عن قدرة القوات العراقية على الأرض، أعتقد هذه النقطة يجب أن أتكلم بوقت محدود. اليوم المعارك التي خاضتها القوات العراقية بعد 10/6/2014 كانت كثير من المحللين، كثير من الآراء يعتقدون أن الأمور ذهبت ولا يمكن السيطرة عليها، ولكن عندما بدأت المعركة من جرف النصر ومن ثم إلى مناطق أخرى في ديالة في الضلوعية، حقيقة الأرض المعركة عندما يخوضها العراق بدماء عراقية وبدماء مشتركة لأبناء العراق جميعا يتحقق النصر بأبسط القدرات. وأريد أذكر مثال، عندما كانت تتواجد القوات الأمريكية على الأرض العراقية 150 ألف أمريكي بالعدة والعدد والقدرة الاستخبارية والعسكرية، إلا أن تنظيم القاعدة كان يصول ويجول في 4 محافظات. وعندما بدأ قتال التنظيم، عندما قرر أهل الأنبار، وهذه نقطة مهمة، عندما أهل الأرض يقررون قتال التنظيم تبدأ المعركة ويبدأ التغيير بالموقف، لم تغيره القدرة العسكرية والاستخبارية وعدد الدبابات. اليوم على الأرض هناك تغيير، هناك موقف، المجتمع يرفض داعش، أهل الموصل يقتلون يوميا، أهل صلاح الدين عانوا ما عانوا، أهل الأنبار لديهم قصص من ذبح الشيوخ والوجهاء بشكل على أيادي غرباء. طيب، من أقصى شرق الأرض، من أوزبكستان ومن شيشان، فيجب أن نتوقف العسكرية عند هذه الحقائق. نعم. في الترجمة العسكرية أنت تريد أن تقول أنه قادرة القوات العراقية بما لديها من إمكانيات أن تتمم هذه العملية للوصول إلى الهدف المنشود دون الحاجة لما نقلت اليوم صحيفة الحياة أنه سيتجه السيد حيدر العبادي لواشنطن لطلب تأمين غطاء جوي أو توسيع الدعم الأمريكي لما له علاقة بهذه العمليات. وهل لك أن توضح لنا، لأنه أيضا ضيف من واشنطن قال أنه أساسا التحالف يساعد في عمليات تكريت، هو كذلك؟ أنا أعتقد المعركة العسكرية، الصفحة العسكرية ستمضي، العراق سينتصر بها وتتحرر الأرض، هذه حقيقة نحن واثقين منها وهدف نسير إليه باستقرار وبتوازن. ولكن المشكلة التي تواجهنا في المواجهة الفكرية، أتمنى على دول كثيرة من تريد أن ترعى وتقول للشعب العراقي يهمني أن تجفف الفتوى التكفيرية، أن تجفف المدارس الفكرية التي تغذي هذه التنظيمات الإرهابية. هذه نقطة مهمة وربما تأخذ وقت، واستبشرنا خيرا عندما صدر قرار مجلس الأمن تحت طالة الفصل السابع في منتصف في آب 2014-2170. طيب. ووصف بهذه الأفكار بالأفكار السامة، وهذه لأول مرة يصف قرار دولي هذه الأفكار السامة. هنا التحدي، التحدي الحقيقي هو هذا الفكر السام، هل نستطيع أن نجفف منابعه؟ هل تقف الدول الإسلامية والدول العربية بوقفة صحيحة لتؤشر حتى تنقذ شعب العراق أو شعوب أخرى؟ طيب. أنت أعتقد تسأل المعركة العسكرية على الأرض. نعم. مسؤولية عراقية من الألف إلى الياء. نعم. وسنمضي رغم التضحيات، رغم التحديات، هذه المعركة ليس فيها خيار، فيها التزام أن نمضي إلى آخر شبر من الأرض العراقية لتطهيرها من هذه العصابات الإرهابية. إلا أن المشكلة الفكرية نحتاج دور إقليمي. نعم. نحتاج دور دولي في التجنيد، في التمويل، في الإمداد،
هذه كلها الإرهاب قصة دولية، نعم. جزء منها على الأرض العراقية، ولكن عمقه دوليا وإقليميا. طيب، وبطبيعة الحال أنت تسأل وسؤال مفتوح، وربما أيضا نحيله في حديثنا في هذه الندوة أيضا لضيوفنا. فالانتقال إلى طهران سعادة السفير، لو سمحت لي، ما قاله السيد سعد بن عمر هو يشكك في النوايا الإيرانية، واستند إلى الكثير من النقاط وأنت استمعت إليها. هل لك أن توضح لنا حقيقة ما الذي تريد أن تقوله؟ طهران ليس فقط في المخاوف والهواجس الأمنية والتعامل مع تنظيم داعش، عندما من في هذه المعركة تحديدا لصلاح الدين يخرج قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، تريد إيران أن تعلن ذلك وتظهر هذه الصور عبر الوكالات الإيرانية، وكأنها تريد أن توجه هكذا فهم رسائل بعينها ليس فقط للغرب وإنما لبعض الدول العربية. يجب أن نلتفت إلى موضوع بشكل أساسي هنا، وهو أن الجمهورية الإيرانية ما هي النظرة التي تنظر فيها إلى العراق؟ يجب علينا هنا أن ننظر إلى ما يقوله الشعب العراقي. فحينما نرى أن الشعب العراقي يقع تحت أقصى العمليات الإرهابية، وحينما يكون هناك قتل من قبل التيارات التكفيرية الإرهابية للأطفال والأبرياء والشيوخ والنساء، ولم يكن هناك غير الجمهورية الإسلامية الإيرانية التي لبت نداء الجمهورية العراقية والمراجع في العراق وحتى الشعب العراقي. وأنتم تعلمون أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية هي ضحية للإرهاب، لذلك أي شعب يقف أمام الإرهاب نحن نقوم بالدفاع عنه وندعمه. فإن الجمهورية الإسلامية ليست محتلة، وأنتم تعلمون أنه حين جاء الأمريكيون واحتلوا العراق فأكبر مخالف ومعارض لاحتلال الأمريكيين كان الإيرانيين، وأيضا هم كذلك بالنسبة للإرهاب. وإن الشعب العراقي لديهم صلاحية ولديهم هذه القدرة من أجل إدارة بلدهم ومن أجل مواجهة الإرهاب، وإن الجمهورية الإسلامية إذا ما تقوم بالدفاع ومساندة العراق فإن ذلك يكون ضمن إطار الحكومتين الرسميتين لإيران والعراق. وبالنسبة للقادة الإيرانيين والقادة الميدانيين الذين يأتون إلى العراق فإنهم يأتون بناء على طلب الشعب العراقي وبناء على طلب الحكومة العراقية، وعلى الآخرين أن يروا أن خطر الإرهاب ليس خطرا يختص فقط بالإرهاب. فإذا لم نسيطر اليوم على خطر الإرهاب الموجود في العراق فليس هناك ما يضمن لنا أن هذا الإرهاب لن يمتد إلى دول الجوار وحتى إلى السعودية ربما، وقد يجيد حالة من الأمن وانعدام الأمن والاستقرار هناك. ولا يمكنكم وإن المواقف التي نسمعها تشير إلى أن هذا الإرهاب أو ما نسمعه من تصريحات لا يشير إلى معرفة عميقة بهذا الإرهاب وهذه الجماعات التكفيرية، وهي الآن من الناحية الإيديولوجية باتت تجد مكانا لها داخل مدارس الوهابية. وللأسف إن الأسلحة التي يعطوها الصهاينة يعطيها الصهاينة والأمريكيون لهم وهم الآن يسعون إلى إيجاد حالة من انعدام الاستقرار في المنطقة وانعدام الاستقرار المستمر لوقت طويل. طيب سعادة السفير، وأنت تتحدث نقطة مهمة ذكرتها، أنه كل ما يجري وكل ما يقدم من إيران هو يتم بالتنسيق مع الحكومة العراقية وبموافقة وبطلب من الحكومة العراقية، هذه نقطة مهمة يجب الوقوف عندها. لكني كنت أسأل حقيقة، وطهران تعلم أنه سيكون هناك ردود فعل تحديدا في دول الخليج بالنسبة للدور الإيراني وهذا العلنية في الطرح، وأيضا للجنرال، وجود الجنرال قاسم سليماني، كنت أسأل إذا
كانت تطلق رسائل بعينها أم تعنون لمرحلة مقبلة باتت وشيكة لدور إيراني موجود ما بعد اتفاق النووي الإيراني. سأعود إلى هذه النقطة، لكن هذا الدور بطبيعة الحال حظي بمباركة من الولايات المتحدة الأمريكية. وهنا أنتقل لضيفنا وأطلنا عليك سيد خالد صفوري، أستسمحك عذرا. يبدو عدد يعني غير المتفاجئين أكثر من المصدقين بالترحيب الأمريكي بهذا الدور الإيراني تحديدا في العراق وبهذه العمليات. كيف يمكن أن نفسر ذلك؟ يعني هناك دور للولايات المتحدة الأمريكية في هذه العمليات في العراق، وهناك دور لإيران، لا يوجد تنسيق بينهما، هناك مصلحة مشتركة في الحرب ضد تنظيم داعش. يبدو التنسيق بالوكالة مع حكومة العراقية، تنسق الحكومة العراقية مع طهران وأيضا مع واشنطن. هنالك العديد من التقارير تقول أن هنالك تنسيق فعلي بين الولايات المتحدة وطهران، والتنسيق قد يكون عن طريق الحكومة في بغداد، وفي بعض الأحيان عن طريق حتى الأكراد. نحن نعرف أن الولايات المتحدة حركت وبسرعة شديدة من أجل حماية كردستان العراق من السقوط بيد داعش وكذلك الحكومة الإيرانية. وبعض التقارير الصحفية الأمريكية تقول أنه لولا إيران لسقطت كل كردستان العراق بيد داعش. وحقيقة اهتمام الجهتين في الموضوع الكردستاني لم يكن مفاجأة. نحن نعرف أنه كردستان العراق تملك لابي وتعاطف صهيوني في واشنطن معها، ولديها علاقات قوية مع دولة إسرائيل، وبالتالي القوى المؤيدة لإسرائيل في واشنطن عملت على تحريك الجيش الأمريكي وبسرعة من أجل حماية كردستان العراق. لكن إيران كذلك لا تريد داعش على حدودها، سواء كان ذلك في ديالة أو في كردستان العراق. فيعني عدة مصالح التقت في موضوع واحد، سواء في محاربة داعش، وهذه أعتقد القوى التي جمعت كل الأعداء. نحن نجد الولايات المتحدة حتى تضرب داعش في سوريا وفي ضد الحكومة السورية حسب ما تقول. فبكل الأحوال داعش خلطت الكثير من الأوراق. لكن أنا لدي تعليق على كل ما قاله المتحدثين. أنا أعتقد أن الوضع في العراق أحد أسباب تدهوره بهذه الطريقة، أن كل جيران العراق على الإطلاق وبدون استثناء لعبوا دور في تدمير وضرب العراق وضر العراق، سواء القوى التي أو الدول التي سمحت بدخول الجيش الأمريكي لغزو العراق، أو الدول التي مولت في وقت من الأوقات القوى المتطرفة داخل العراق. وحتى إيران في وقت من الأوقات كانت تسهل مرور داعش من أفغانستان، مش عفوا القاعدة من أفغانستان إلى العراق من أجل ضرب القوات الأمريكية، والتقت في ذاك وقت من الأوقات مصلحة القاعدة مع المصلحة الإيرانية. وبالتالي أنا أعتقد أول شيء على الحكومة المركزية في بغداد أن تجمع الشعب العراقي كله حولها، والنقطة الثانية أن ترفض تدخل أي قوة محيطة ومحلية في الشأن العراقي. على الشعب العراقي أن يقف موقف موحد ضد تدخل القوى المحلية في الشأن العراقي، سواء قوى عربية أو غير عربية. وهذه هو الطريقة والمدخل من أجل حل المشكلة في هذه العراق. نقاط مهمة. فلن يكون هنالك حاجة لدور أمريكي صفوري. أو لدور إيراني أو لأي دور. هذه نقطة مهمة. لكن إذا عدت مجددا إلى الرؤية الأمريكية لو سمحت لي، بين يعني هناك غزل حقيقي بين طهران وواشنطن، وحقيقة متقدم على الغزل بما له علاقة في الميدان العراقي من خلال ما سمعناه من تصريحات أمريكية. هل يحمل ذلك دلالات عن توجه أمريكي جديد في التعاطي مع التواجد الإيراني في المنطقة؟ أنا أعتقد حتى الآن العديد من المحللين السياسيين في واشنطن لا يستطيعوا أن يصفوا أو يعبروا عن ما يحصل حقيقة بين الولايات المتحدة وطهران. الواشنطن بوست نشرت مقال بالأمس يقارن بين ما قام به الرئيس الأمريكي السابق نيكسون عندما فتح الأبواب مع الصين، وما يقوم به الرئيس أوباما بفتح الأبواب مع طهران. ومحاولة المقارنة أعتقد أنها غير مصيبة، لأنه عندما يقوم رئيس جمهوري، والجمهوريين أكثر تطرفا في موضوع الدفاع والشؤون الخارجية، يفتح الباب على الصين، فهو أعطى جرأة للديمقراطيين أن يستمروا في هذه السياسة. لكن أنا أعتقد أن الانفتاح الأمريكي على إيران سيكون محدود بهذه الإدارة، ونشاهد ذلك بشكل يومي في معارضة مجلسي النواب والشيوخ الجمهوريين من التقارب مع إيران. فأنا أعتقد أن هنالك محاولات، وهذه محاولات جادة للرئيس الحالي أوباما، لكن أنا
لا أعتقد أن الإدارات القادمة إذا جاءت على سبيل المثال بعد أقل من سنتين إدارة جمهورية أنها ستستمر في هذه السياسة. قد نرى التضارب مرة أخرى إلا إذا وضع الرئيس باراك أوباما لبنان قوية في التعامل مع إيران وتوصل إلى اتفاق قوي وكان لديه دعم دولي وخصوصا أوروبي في التعامل مع إيران، سيصبح صعب على الجمهوريين أن يلغوا هذه الإجراءات. لكن إذا لم يكن هنالك اتفاق قوي أو كان هنالك اتفاق مهزوز أو لم يتم الاتفاق، حل أمور متعددة في بين إيران والولايات المتحدة، سنرى أنه أي رئيس جمهوري سيأتي سيغير هذا الوضع الجديد، وأعتقد أنه سيكون وضع مؤقت لسنتين قادمتين. نعم. فقط. والولايات المتحدة الأمريكية تثبت سياسة براغماتية تتعامل بإطار الواقع والمصالح، والمباركة أو النظرة الإيجابية للدور الإيراني في هذه العمليات في العراق من أكبر قيادة عسكرية من مارتن ديمسي، هذا له دلالات بأن الولايات المتحدة الأمريكية تعرف كيف تتعامل أو تحترم الخصوم الأقوياء. هذا يؤسس للمحور الأخير في هذه الندوة بين الخيارات لهذه الدول الإقليمية والدولية الفاعلة، تحديدا انطلاقا من المعارك التي تدور في صلاح الدين. أطلب من ضيوفنا جميعا يبقوا معنا وأيضا مشاهدينا نتابع هذه الندوة. العراق يستعيد زمام المبادرة بعد هذا الفاصل، يبقوا معنا رجاءا. أهلا بكم من جديد مشاهدينا في هذه الندوة. العراق يستعيد زمام المبادرة. نجدد الترحيب بضيوفنا من العراق سيد سعيد الجياشي، من طهران سعادة السفير حسن كاظمي قمي، وأيضا من أمريكا سيد خالد صفوري، ومن المملكة العربية السعودية سيد سعد بن عمر. عندك سأقف سيد سعد بن عمر ونتحدث تحديدا عن هذا التناغم بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران تحديدا فيما له علاقة في الميدان العراقي، وأسأل عن النظرة للمملكة العربية السعودية لهذه التصريحات الأمريكية. الولايات المتحدة الأمريكية تتعامل مع الخصوم الأقوياء، هذه خلاصة جديدة يمكن أن نراها. ما الذي تملكه المملكة العربية السعودية من خيارات؟ ونحن نسمع اليوم الأمير تركي الفيصل يقول أنه إذا كان هناك اتفاق نووي فإننا سنفعل بالمثل بخلاصة المحادثات النووية. ستتجه إلى ماذا؟ لأن يكون لديها برنامجا نوويا؟ اسمحي لي أن أرجع قليلا للوراء تاريخيا واستكمال حديث ضيفك السيد خالد من واشنطن مجرد تكملة لحديثه. وفي موضوع هذا، في موضوع الشان الإيراني في العراق، نحن نتذكر أنه 2004 كانت القاعدة ومناصريها يتوجهون من إيران إلى العراق ومن سوريا إلى العراق، وكان الشباب السعودي والشباب الخليجي والشباب العربي بصفة عامة يجد لهم الترحاب في سوريا، ومن ثم يرحلون إلى العراق ليقاتل القوات العراقية الأمريكية آسف. والقوات الأمريكية والأمريكان يعون جيدا أن الإيرانيين والسوريين هم الذين يسهلوا هذه الأمور إلى القاعدة. ولا نذهب بعيدا عندما صاح بأعلى صوته المالكي وقال نحن نتأذى من سوريا، ثم بدأت الأمور تعود إلى نصابها نتيجة الضغوط من إيران على المالكي والتوقف عن استعداء سوريا. لذلك أعتقد أن الأمريكيين بالسماح للإيرانيين بالدخول إلى العراق بهذه القوة هم محاولة انتصار أو الأخذ بالثار من الإيرانيين الذين أقلق الأمريكان عندما كانوا في العراق. وهذه لابد أن نستوعب أو نستجلب جميع الخطط المستقبلية لهذه الأمور. لذلك الأمريكان الآن يريدون أن يأخذوا أرجل الإيرانيين في الوحل العراقي، هذا من ناحية، ولهم مصلحة أخرى أن يقضوا على داعش إذا لدى الإيرانيين النية الصحيحة للقضاء على داعش، وأنا أشك في ذلك. رقم اثنين، ردا على سؤالك، المملكة العربية السعودية نأت بنفسها في السابق والآن تدعو العراقيين إلى أخذ زمام المبادرة بعيدا عن أي قوة
إقليمية في المنطقة. طيب سيد سعد ولو قاطعتك واعتذر منك، أنا هذه النقطة ذكرتها لأنه بداية الحديث، لكن اليوم أتحدث عن خيارات المملكة العربية السعودية، وقد شهدنا حركة سياسيا ودبلوماسيا نشطا في الرياض، زيارة رئيس الوزراء الباكستاني والتقائه بالملك السعودي، وهذا الحديث عن دعم للبرنامج النووي والصاروخي العسكري لباكستان. اليوم يتحدث أيضا السيد تركي الفيصل، أمير تركي الفيصل، عن اتفاقات التعاون النووي مع الصين وفرنسا والأرجنتين وأيضا مع كوريا الجنوبية. هذا يحمل بطبيعة الحال رسائل تريد أن توصلها المملكة العربية السعودية، هذه هي خياراتها المقبلة ستكون؟ أولا الخيارات الرئيسية في المملكة العربية السعودية سواء من السابق أو من الآن أو مستقبلا هي الاعتماد على الله ثم على شعبها. لا يمكن أي نجس يدخل هذه الأرض المباركة، هذه قاعدة، وارجع إلى التاريخ سابقا لم يدخل هذه الأرض المباركة سوى الأتراك العثمانيين باسم الإسلام، وغير ذلك لن يحصل، الله سبحانه وتعالى سيحمينا. ثانيا إذا رجعنا للتنظير الرئيسي أو الاستراتيجي، نحن نقيم علاقات قوية جدا جدا وأخوية مع باكستان، ونقيم علاقات قوية وأخوية مع مصر، ولدينا القدرة الكافية لشراء السلاح الذي نريد عندما تتأزم الأمور مع أي دولة كانت. ونحن لسنا دعاة حرب، ولسنا سياسة المملكة منذ القدم ليست في الترسانة الحربية، وليس في بناء الجيوش التي تقاتل التي تشتري السلاح على حتى تخزنها وتنتهي صلاحيتها. نحن لا نريد هذا الأمور، نحن نسعى إلى بلد سلام، إلى بلاد سلام، إلى التعاون. لكن المملكة العربية السعودية لديها العديد من صفقات السلاح، وما لا أدري إذا كنت تقصد سيتم استعمالها أم لا، وهي أيضا لديها قاعدة عسكرية، يعني والخليج عموما يستضيف قواعد عسكرية للولايات المتحدة الأمريكية، ويعني لم يعني وهذا بطبيعة الحال تعتبره ضمن تأمينها لمصالحها وجغرافيتها من الناحية الأمنية، كذلك لإيران تلك المصالح التي تدور فيها. لكن أريد أن أفهم فقط نقطة، إلى متى سيتم النظر بالنسبة لإيران من المملكة العربية السعودية بنظرة العداء؟ إذا كانت الولايات المتحدة الأمريكية توصفها إيران بالشيطان الأكبر، والآن نرى تلك المفاوضات حتى بما له علاقة مع الحوثيين الذين يقولون الموت لأمريكا، هناك حديث عن أنه هناك تعاون أمني واستخباري في لحظة معينة للمصالح، لماذا تغيب هذه الرؤية عن المملكة العربية السعودية؟ هل يمكن أن نراها بالفعل كما يقال في محور باتجاه تركيا مقابل لما يتم تركيبه في المنطقة؟ بالنسبة للإيرانيين علاقاتنا واضحة، هي احترام قرارات الدول واحترام حكوماتها وعدم التدخل فيها حتى نستطيع أن نمد أيدينا لإيران أو لغير ذلك. ولكن الذي يحصل من الإيرانيين أنهم على وسائل الإعلام ينادوا بعلاقة طيبة مع المملكة العربية السعودية، وهم يقلقوا أمن الدول العربية سواء العراق أو اليمن أو البحرين أو سوريا أو لبنان. هذه مشكلة الثورة الإيرانية منذ بدايتها، أنها تنادي بعلاقات طيبة. لا يمكن أن تكون علاقتك معي طيبة وأنت تدخل يدك في جيبي. الأمور التي نعرفها أن العلاقة الطيبة يجب أن تبنى على الأرض قبل أن تبنى على وسائل الإعلام. ما زالت وسائل الإعلام الإيرانية والوزراء الخارجية والإعلام ومجلس الشورى نريد علاقات طيبة مع المملكة العربية السعودية. طيب لماذا العلاقات هذه ما تكون على مستوى الأرض؟ معي تدخلاتك الإيرانيين الآن ماذا يعملون في اليمن؟ انظري ماذا يعملون في العراق؟ لماذا هذا جيش القدس ذهب إلى بغداد لحماية العراقيين؟ هذا كلام غير صحيح وغير واقعي. هم يقولون أننا أصبحنا الإمبراطورية الفارسية الجديدة على وسائل الإعلام. محمد صادق الحسيني قال على قناتكم هذه اليمن صنعاء هي العاصمة الرابعة. ماذا تريدين يا أختي أن نقيم علاقة مع دولة تريد أن تبني الدولة المجوسية الحديثة؟ وهي لغة المصالح نفسها بالنسبة للمملكة العربية السعودية، لكن لا يمكن أن تلتقي مع إيران بأي شكل من الأشكال. البعض أيضا طرح في النقاش لما له علاقة في بغداد، يعني تحدث عن 4000 من أبناء العشائر السنية تقاتل تحديدا في هذه المعارك في صلاح الدين، تحدث عن العلم هذه المدينة قبل أن يتم تحريرها أنه أيضا اشتركت مع عصائب أهل الحق في القتال، وهذا له دلالة كبيرة بالنسبة للعشائر السنية أن تشارك عصائب أهل الحق، دلالة كبيرة في العراق. الجيش العراقي لا نفرق بين سنة وشيعة، الجيش العراقي يبقى الأول وأخيرا هو جيش للعراق كافة.
نحن لم في بداية حديثي لم أعترف على الجيش العراقي، بالعكس أنا قلت أنا أقصد على الحشد الشعبي تحديدا، هو يشاطر الحشد الشعبي ما ذكرته. الحشد الشعبي يا أختي، الحشد الشعبي هو عبارة عن ناس مندفعين وعاطلين عن العمل، وكثيرا منهم لم يجد أعمال فذهبوا إلى هذا التيار الفكري المنحرف. وترين أنا أوجه لك سؤال بسيط لا أود أن أقوله على الهواء مباشرة لكن اضطرتيني عليه، وهي أمور لا نعترف بها حقيقة في المملكة العربية السعودية ولا في كثيرا من الديانات المذاهب الإسلامية، اللي هي قبر صدام حسين. من الذي أحرق نصب تذكاري حق صدام حسين؟ سيقول آخر أنهم الدواعش. الدواعش في تكريس صارهم كم؟ صارهم عام كامل في تكريس. لماذا لم يهدموا هذا القبر من لم يجب أحد على أي سؤال من الأسئلة بما له علاقة في الحضارة العراقية التي هدمت ولم يتم التعامل معها حتى من المنابر الإسلامية العالية؟ ربما هذا يفتح النقاش للمزيد والمزيد. سيد سعد بن عمر، وبقي معي دقائق قليلة يجب أن أمر على الضيوف الثلاثة. دعني أشكرك، وأنت طرحت العديد من النقاط يجب أن نتناولها. ضيفنا سعد بن عمر رئيس مركز القرن العربي للدراسات، كنت معنا عبر الهاتف من الرياض، شكرا جزيلا لك. أنتقل مباشرة إلى العراق، إليك سيد سعيد الجياشي. في قدر المستطاع أعرف أنك تريد أن تعلق على بعض ما ذهب إليه سيد سعد بن عمر، وهذا بطبيعة الحال حقك، ولكن أيضا أريد أن أضيف وأطلب منك أن تختصر في التعليق إذا سمحت فيما له علاقة بالدور الأمريكي والموقف الأمريكي من الدور الإيراني. البعض يقول أن هناك تنسيق مباشر مع الحكومة العراقية بين الدورين الأمريكي والإيراني، تقوم الحكومة العراقية بذلك، وأن التنسيق قائم على من يعمل على تحرير صلاح الدين ومن يجهز لتحرير الموصل، يعني توزيع أدوار. قبل الإجابة، يعني حقيقة هناك كثير من التطاول، ويعني على الحشد الشعبي، على هذه التضحيات الكبيرة التي قدمها العراق اليوم أريد أقول شيء، أنه الحشد الشعبي بمهندسين بموظفين بتجار، ناس وقفت مصالحها والتحقت إلى جبهات القتال، هو ليست مجموعة عاطلين عن العمل. يعني اليوم الحشد الشعبي اللي ذهب من الفرات الأوسط والجنوب ذهب إلى صلاح الدين ليس أن يبقى في صلاح الدين، وإنما أن يعيد صلاح الدين إلى أهلها كما فعل في مناطق أخرى. اليوم العلاقة بالمجتمع العراقي ما يفهم، يعني ما حد جاي يفهمها بسهولة. اليوم المجتمع العراقي مجتمع مترابط يا أخي العزيز، من البصرة إلى أي منطقة أخرى، وهناك أدلة ومصادق واضحة في أصعب الظروف تنجلي الرسائل الصادقة من المجتمع. الحشد وكل المتطوعين الذين التحقوا إلى هذه المعركة لبوا نداء، ليس يبحثون عن وظيفة، نسب كبيرة منهم بدون رواتب. نعم. يقاتلون ويستشهدون وليس النقطة. لهم رواتب. فقط بالسؤال الذي سألتك إياه بما له علاقة بأن هناك توزيع أدوار بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، إيران تساعد في تحرير صلاح الدين، والآن الولايات المتحدة تعود العدة للموصل. أعتقد الحكومة العراقية وضعها الجديد هي حريصة أن تبني علاقات مشتركة مع الجميع، وربما يعني إذا كان هناك فرصة أن تلعب دور في بناء علاقات إيجابية، لأن أي خلاف بالمنطقة، أي شد جذب سواء بين الولايات المتحدة وإيران، بين أي دولة من دول المنطقة وإيران، سينعكس على العراق بشكل مباشر. من مصلحتنا أن تكون هناك جسور، ولا بأس العراق أن يكون هذا الجسر أو هذه القناة لتنسيق هذه العلاقات. أما توزيع أدوار أعتقد هذا مبالغ فيه. اليوم المعركة على الأرض معركة عراقية، اليوم الدماء دماء عراقية، اليوم المناطق التي نذهب إلى تحريرها مناطق عراقية، وهي تؤشر التزاما وطنيا دستوريا أخلاقيا إنسانيا أمام الحكومة العراقية. لا يمكن أن نتلاعب بهذه الأوراق ونعطي دور هنا ودور هناك، بل هو التزام عراقي، ونرحب بأي مساعدة تأتي من أجل مساعدة العراق في حربه وفي تمكينه. طيب. دعني أنقل ذلك لسعادة السفير. سعادة السفير، إلى أي حد يمكن أن نرصد اليوم الخيارات الموجودة لدى إيران؟ إلى أي حد يمكن أن تذهب كما تقول بدعم الشعب العراقي؟ وقد عرض أيضا قائد فيلق القدس سيد قاسم الجنرال قاسم سليماني عرض أيضا أن يكون هناك دعم جوي إيراني، هل يمكن أن نرى ذلك في قريب من الأيام في الحرب ضد تنظيم داعش؟ وما مدى التنسيق مع الولايات المتحدة الأمريكية؟ Mm-hmm.
بداية يجب أن نلتفت إلى هذا الأمر، فإن الحكومة العراقية هي المعنية بمواجهة الإرهاب وهي المعنية ببسط الاستقرار في منطقتها، وإن الدول الأخرى بدون أن ينوى التدخل في العراق فإن هناك واجبات إنسانية وأخلاقية عليهم، وهي تفرض عليهم أن يساعدوا الحكومة العراقية، وإن الحكومة العراقية قد شاهدنا كيف أنها إذا ما كان هناك مساعدة من قبل الشعب ومن قبل المرجعيات فسوف تقوم بما يجب عليها القيام به، وحين كان صدام يحارب الإيرانيين فإن أكثر من 2 مليون عراقي قد جاءوا ودخلوا إلى إيران، وإن التعاون بين إيران والعراق هو تعاون مبني على الأخلاق والإنسانية والعلاقات الدولية وعلاقات الجوار وحسن الجوار، ومن الطبيعي أن الجمهورية الإسلامية عندما تدرك وعندما تعي هذا الخطر، خطر انعدام الأمن والاستقرار في المنطقة، فإنها سوف تقوم بكل ما تملي عليه واجباتها في هذا السياق، ولذلك هي سوف تقوم بمساعدة الحكومة العراقية والجيش العراقي. وأنا هنا علي أن أشير إلى أنه ليس الموضوع هنا أن الأمريكيين عليهم أن يكون لهم دور في مواجهة الإرهاب. ما نشاهده الآن هو أن من يصممون الحركات الإرهابية في المنطقة هم الإرهابيون والصهاينة، وفي المناطق التي احتلوها لم يسمحوا للعراقيين أن يأتوا ويكون لهم جيش قوي ومحترف هناك ليواجه الإرهابيين، وحتى أنه اليوم على عكس الالتزامات التي قدمتها الحكومة الأمريكية والاتفاقيات التي كانت يجب أن توقعها مع الحكومة العراقية، كل ذلك لم يحصل. وعلى ما يزعم الأمريكيون وخلافا لما يزعمه الأمريكيون يجب أن يكون داعش موجودا من أجل أن يكون هناك طريق لكي يعودوا إلى العراق، وذلك لا يتفق مع ما يريده الشعب العراقي. نعم، لو سمحت لي سعادة السفير، بقي دقيقة فقط من الوقت سأنقلها بالكامل إليك سيد خالد صفوري، أترك لك الكلمة الأخيرة. لا شك مثل ما قلت سابقا، أعتقد أنه الوضع في العراق يحتاج أن تسحب كل القوى الإقليمية يدها من أجل استقرار البلد، وهذه هي المحطة الأولى في حل مشكلة العراق. والقضية بأهمية ذلك هو أن يجتمع الشعب العراقي معا، وتكون تجربة جنوب أفريقيا عندما كان هنالك أقلية من البيض 4 ملايين تضطهد 20 مليون. هنالك أنا أعرف أنه في العراق هنالك مشاعر مرارة من حكم صدام والدعاء بأنه كان هنالك تمييز. أعتقد على كل القوى مجتمعة أن تعمل على بناء هذا البلد، لأنه الشرخ الموجود سواء الشرخ الطائفي أو الشرخ العرقي مع الأكراد هو لا يحل مشاكل البلد، وكل يحتاج إلى قوى خارجية ليصفي مشاكله في العراق. فأنا أعتقد أن الشعب عليه أن يقف معا، والقوى الخارجية على أن تسحب يديها من العراق من أجل استقرار هذا البلد وحل مشاكله بنفسه. سيد خالد صفوري المستشار السياسي لمجموعة مرديان للدراسات الاستراتيجية كنت معنا من واشنطن، شكرا جزيلا لك. نشكر من طهران سفير حسن كاظمي قمي سفير إيران الأسبق في العراق، ومن بغداد نشكر السيد سعيد الجياشي الخبير في الشؤون الأمنية، كذلك كان معنا من الرياض السيد سعد بن عمر رئيس مركز القرن العربي للدراسات. وكل الشكر لكم مشاهدينا على كرم المتابعة. هذه الندوة انتهت، العراق يستعيد زمام المبادرة، إلى اللقاء.